هل يمكن أن يتكلم الجماد؟ نعم نعم يمكن أن يتكلم الجماد، لأن الله على كل شيء قدير. كيف يتكلم هذا اللسان وهو لحمة؟ هذا اللسان كيف يتكلم وهو لحمة؟ الذي أنطق هذا اللسان ينطق كل شيء، ينطق كل شيء، ولذا هذه النار تتكلم. إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا. قالت النار في شكواها: أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما يكون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. اشتكت النار، اشتكت النار إلى ربها. هل تؤمنون يا إخوان أن الجنة موجودة الآن؟ نعم الجنة موجودة الآن. هل تؤمنون وتصدقون أن النار موجودة الآن؟ نعم موجودة الآن. فهذه النار موجودة الآن، اشتكت إلى الله. لكن النار مخلوقة وجماد، هل يمكن أن يتكلم الجماد؟ هل يمكن أن تتكلم هذه اليد؟ هل يمكن أن يتكلم هذا الجدار؟ هل يمكن أن تتكلم هذه الأرض؟ يعني هل يمكن أن يتكلم الجماد؟ نعم نعم يمكن أن يتكلم الجماد، لأن الله على كل شيء قدير. كيف يتكلم هذا اللسان وهو لحمة؟ هذا اللسان كيف يتكلم وهو لحمة؟ الذي أنطق هذا اللسان ينطق كل شيء، ينطق كل شيء، ولذا هذه النار تتكلم. واشتكت إلى ربها سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر في القرآن والسنة. القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن السماء تتكلم والأرض تتكلم وجهنم تتكلم، كما قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وأيضا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في قوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وقالوا أيضا كما أخبرنا الله عز وجل أن الجلود تشهد على أهلها، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فربنا على كل شيء قدير. النار تتكلم واشتكت إلى ربها عز وجل، ولذا ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج عذق من النار له عينان عنق من النار له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بكل جبار عنيد وكل من دعا مع الله آخر. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت النار والجنة. فقالت النار:
أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. قال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها. المهم في الحديث الشكوى، نقول الجماد يتكلم بإذن الله عز وجل، والله على كل شيء قدير. لكن هنا تقول أكل بعضي بعضا، ما معنى أكل بعضي بعضا؟ من شدة الحر وشدة البرد. شدة الحر يا إخواني يعتبر عذاب، وشدة البرد يعتبر عذاب. فأذن الله لها أن تتنفس في الشتاء وتتنفس في الصيف، نفس في الصيف ليخف عليها الحر، وفي الشتاء ليخف عليها البرد. وعلى هذا فأشد ما تجدون من الحر يكون من فيح جهنم، وأشد ما يكون من الزمهرير من جهنم، نسأل الله العافية.